السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم أمدو تشاو المقدمة من أمدو ستوديو. معكم جمال الدين، مواصلة لحلقة أو لجزئين سابقين. لمازال ما شاهدش الجزئين السابقين، فتفل في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو ستجد رابط الجزء الأول والجزء الثاني. تكلمنا على بعض النقاط الأساسية، وهذا تابع لما تكلمنا عليه. سنواصل بالنقطة الثامنة، واختصارا للوقت راح نتكلم على أو سنذكر عناوين النقاط الأولى السابقة. النقاط في الحلقة السابقة أجبنا على لماذا ندرس، سؤال للأبناء وإجابة من الأولياء، نظام المكافآت، التعلم ومتعة الدراسة. وفي الجزء الثاني تكلمنا على النقطة الرابعة، الربط بين المجموعات أو الموضوعات. النقطة الخامسة، تنمية المهارات أو الهوية الهوايات. والنقطة السادسة، البحث عن طرق ممتعة في الدراسة. والنقطة السابعة، التقليل من المشتتات. سنواصل الآن في التقليل من المشتتات إلى النقطة الثامنة. قبل هذا، إذا كانت هذه أول زيارة لا تنسى الاشتراك في القناة، وبسم الله نبدأ. السلام عليكم من جديد. النقطة الثامنة وهو أمر مهم هي المراقبة. يعني كيف يعني ابني حتى يكون يعني في الابتدائي، نتكلم أنا يعني من المراحل الابتدائية، من أولى ابتدائي إلى الخامسة ابتدائي، أولى متوسط، ثاني متوسط، حتى نهاية رابعة متوسط، يعني حتى في الثانوي. حتى في الثانوية يمكنك أنك تراقب، بحيث ماذا؟ مش بالضرورة أو ليس بالضرورة أنه ابنك يعرف أنك راقبته. حاول تكون متخفي، حاول هذه في البداية، صرت في المراحل الثانوية والمتوسط حاول تكون متخفي، لأن الطفل راهو كبر وعاد عارف يعني، وعاد ممكن تعود عنده حساسية من هذا الموضوع أنه شخص يراقبه أو يحس بعدم الثقة أنه كيف يعني يراقبني، هرني كذا هرني. وبالتالي المراقبة تكون صرت في المتوسط الثانوي تكون غير ظاهرة، وتحاول تسأل الأساتذة يعني وش يعاني، وش ناقص هنا مادة، وش مش فاهم كذا، يعني باش تشرح له الوضعية. أما بالنسبة للمراحل الأقل هي من ثاني متوسط إلى الأولى ابتدائي، يعني بالعكس، أولى ابتدائي إلى الخامسة ابتدائي إلى الأولى متوسط ثاني متوسط، فزيارة المدرسة مهم. يعني لماذا زيارة المدرسة؟ أولا تلتقي بالإدارة، تعرف الإدارة. ثانيا تعرف الأساتذة اللي درسوه في الابتدائي، أو عنده معلمين، معلم في اللغة الفرنسية ومعلم في اللغة العربية. هذوك يعطوك معلومات مهمة أنه يعني كيف هو وضعية ابني، كيف هل راهو يشارك، هل راهو ناقص. وهما أيضا راح يقدموك معلومات أخرى، يقول يعني مثلا يلاحظوا عليه أنه ينام، هل راهو ينام مبكر، هل كذا. هذه موضوعات مهمة جدا باش تحدي الأفضل لابني. يعني هما راح يعطوك نصائح، اصلا هما اللي يشوفوك تجي، فهو انك انت تقدم رساله لنفسك وليهم، يعني للمعلمين والاساتذه، انك مهتم بابنك او ابنتك، وهذا شيء مهم وايجابي. وبالتالي المراقبه امر مهم جدا. المهم يعني هذه المراقبه ما تكونش يعني لدرجه انه كل يوم، او يعني لدرجه انه يحس بها الابن، لان هذه مرات تفقد الثقة في الابن. الابن يبدأ يفقد الثقة، يحس بثقته، يعني كما نقول انه ما عندوش ثقة كبيرة من جهة، ومن جهة اخرى يعني يعود يحس انه ديما مراقب، يشعر انه تحت ضغط. وبالتالي انت حاول مرة مرة تسقسي، مرة مرة لازمك تروح لإدارة تسقسي هل راه يحل في واجباته، ماشي يحل، مراجعته للدروس. اهتمامك يحفز المعلم والأستاذ انه يهتم بابنك اكثر. نتكلم على النقطة التاسعة، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، أهم نقطة ممكن، يعني من النقاط، هما قاع النقاط مهمين، كل النقاط مهمة، لكن هذه نقطة مهمة جدا. لماذا أو ما هو حل مشكلة كره المدرسة؟ علاه ابني، لماذا ابني، علاه تكره ولدي المدرسة؟ هذا السؤال يتكرر، علاه يا ابني لا تحب الدراسة؟ لماذا؟ في هذه الحلقة
راح نتكلم عليها. هذه النقطة مهمة جدا. أول شيء، كره المدرسة هذا عنده عدة أسباب، وهذا مهم أنك تعرفها الأسباب هذه. فكان ليكره المدرسة بسبب أصدقائه، يعني أصدقائه مثلا في المرحلة الابتدائية، يقول شخص يقول يعني لا راح يكره ابني المدرسة هو في الابتدائي بسبب أصدقائه. هذا راح نتعرفوا عليه، سنتكلم عليه الآن. بعد هو النقطة العاشرة، الأصدقاء. قد يكون السبب هو المعلم، يعني ممكن المعلم أنه يضغط عليه، أو معناها يعاقبه كثيرا ويتابعه كثيرا، أو طريقة الشرح يعني كما نقوله هو يعني ثقيل في الفهم الابن أو البنت، وبالتالي يلقى رد فعل سلبية من عند المعلم. هذا ثاني سبب يخليه يبدأ كما نقوله ياخذ نظرة سلبية على المدرسة، وبالتالي يبدأ يروح يميل أنه يكرهها. وبالتالي انك تعرف انت السبب من هذا، هل هو اصدقاء او سبب معلم او بسبب المدرسة، ثم توضح له انه الابن خطر التلميذ هذا اللي هو عنده معناها في الابتدائي يلقى مشكلة كذا، يخاف يتراجع يبدأ يكره المدرسة. اما انت اذا هدرت معاه، تكلمت مع الابن تاعك وفهمته يعني انه لا يوجد يعني طريق مفتوح معناه بالورود، راح تلقى حواجز، وانت باش تكون لانك قوي راح تتجاوز هذه الحواجز. انت يا بنتي راح تلقاي حواجز، لكن راح تكوني قوية باش تتجاوزي هذه الحواجز، وبالتالي هذا يحفزهم للتقديم، او يعني تغيير نظرتهم، يعني انه راح يلقى الصادق والكاذب. انت لازم تخليه يكون في جهة الصادق، وتحذره من الكاذب وتنبهه عليه. راح يكون كاين جيد وسيء، راح تنبهه وتحذره من السيء لانه راح يديه لطريق خاطئة، واتبع الجيد. هذا يعني، وبالتأكيد يعني هناك تفاصيل، هذه التفاصيل إن شاء الله راح نحاول لعل إن شاء الله نديروها في المستقبل إن شاء الله حلقات تكون توضح هذا التفصيل. النقطة العاشرة، الأصدقاء. عندك مشكلتين في الأصدقاء، إما أنه ابنك يمشي مع الأصدقاء السيئين، وهذه مشكلة كبيرة جدا. والنقطة الثانية، التنمر والظلم. يعني قد يكون ابنك ما يمشيش مع أصدقاء سيئين، ولكنه يتعرض للتنمر، يتعرض يعني تنمر، يعني أنه يلقاه هو الضعيف، وممكن هو اللي يدرس أكثر، صرت في الوضع الحالي كما هكذا، صار اللي يدرس أكثر، التلميذ اللي يجتهد يعتبرونه التلاميذ الآخرين أو الأبناء الآخرين ينظر إلى وضع، ينظر إلى حاله، ينظر كذا، يعني يستشفوا فيه يعني بالعربية دارجة، يعني ينظرون إليه نظرة دونية رغم أنه هو في موضع الصواب. وبالتالي أنت لازم لك تلقى، أو أنت يا الأم يعني تجدي طريقة أنك تحاولي تشجعي ابنك، إما تروحي للإدارة من جهة تتواصلي معهم والمعلم، ومن جهة أخرى تحاولي أو أنت يا ولي الأمر أنك تحفزه على أنه يواجه، مش بالضرورة يعني يواجه يعني انه يدير عراك وكذا، وانما يواجه بالكلام، يتعلم يعني انواع الكلام الجيد، واللي يطيق يوقف عنده الخصم يحاول يربطه باصدقاء جيدين حتى يعني يدافعوا عليه، او اصدقاء جيدين ما يهتموش بهذا. هذا تقريبا. والموضوع الاصدقاء شيء مهم جدا، وخاصة في المراحل المتوسطة، لانه في المراحل المتوسطة راح يكون تأثير الاصدقاء اكبر بكثير من تأثير العائلة، او من تأثيرك انت كأب، انت كأب وانت كأم، يعني راح يكون تأثير الاصدقاء مهم جدا. وبالتالي لازم الواحد ديما يتبع مسار الاصدقاء مع ابنه، لانه اما راح يتعرض للتنمر وظلم من اصدقائه، ولا راح يتبع اصدقاء السوء. احنا ما نقولوش يعني كاين خيارين، يعني لا نقول انه يوجد خيارين، لكن هذو الخيارين هما الأساسيين يعني اللي معناها دائما يكونوا، ولكن كاين خيار ثالث أنه يجتهد وما يهتمش بالموضوع هذا أساسا، يجتهد ويحاول يعرف كيف هاي يجاوب، يعمر وقته بأصدقاء جيدين وبهوايات جيدة، وهذا يحفزه إلى الأمام إن شاء الله. مشكلة مهمة أيضا، وهي النقطة الحادية عشر قبل الأخيرة، مشكلة عدم التركيز. مشكلة يعاني منها الكثير، الكبار والصغار. يعني عدم التركيز، يعني لماذا ابني ما يركز؟ هذه يجب انك تقوم عليها كأب او كأم لابنك في اي مرحلة، لازم تقوم تعرف الاسباب. من بين هذه الاسباب اللي هي يعني مثلا قلة النوم،
مشتتات خارجية كما قلنا، الإنترنت واللعب يعني لأوقات كثيرة صاروا الآن. يعني إحنا قبل يعني كنا ننام ممكن مع المغرب يعني ندخل الدار، الآن حاليا عدنا نسمع صوت الأولاد الصغار حتى الـ 12، وغدوة عنده دراسة. يعني هذا أين هو المنطق يعني في المسألة؟ أين ولي أمره؟ والطفل هذا كيف راح يخرج؟ يعني راح يعود يعني يحب دراسته، أو راح يحضر لها دراسته حتى الـ 12 وهو يلعب؟ لا أدري، يعني هذا موضوع للنقاش. وبالتالي ممكن ثاني أسباب أنه عدم تركيز، قلة الأكل، أو أنه النشاط الرياضي بتاعه ضعيف. وأكيد يوجد اختلاف، يعني مش شرط يعني أنه قلة التركيز يعني هو متعلقة بقلة النوم، قادر يكون ينام جيدا وكذا وكذا لكن تركيزه ضعيف. وبالتالي هناك طرق يعني تحاول تكتبوها حتى في معناه تبحث عليها في الإنترنت، كيف يعني يلقى أو يجد، أو يعني أنت كأم أو كأب كيفاش يعني تساعده، أو ما هي الأشياء التي تساعد في زيادة تركيز الابن؟ لأنه كاين أبناء يركزوا مليح ويجاوبوا مليح، وكاين أبناء ما يركزوش مليح، الغالب يعني يحاولوا يتحسنوا، لازم لهم يتحسن واجتهاد أكثر. النقطة الأخيرة هي النقطة 12، وهو الخجل من السؤال. وهذه نقطة يعني موجودة حقيقة، يعني احنا واجهناها، احنا في المراحل ما واجهناها، الخجل من السؤال مشكلة كبيرة. وبالتالي مرات قد تفوته معلومة فيخجل هو أنه يسأل، يخجل فيبقى متأخر في فهم الدرس، واللي ما يفهمش تلك المعلومة ويتأخر في فهم الدرس، الدرس كل يحس انه هو الدرس كل مش فاهم، رغم انه قادر يكون فاهم 70% الى 80% من الدرس، لكن 20% مش فاهمها، لكن بهذيك 20% اللي جاية في وسط الفهم تاعه حسيته انه او اشعر انه لم يفهم شيئا من الدرس. وهذه مشكلة، يعني لازم تجد كأب وأم طريقة لابنك في المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الثانوية او الجامعية او في الحياة، تريد ان تتعلم لازم تسأل، ولازم أيضا ما تتكبرش. يعني اثنين لا يتعلمون، الأول اللي يخجل من السؤال، والثاني متكبر على أنه يسأل. وبالتالي تحاول تخلي ابنك في الوسط، يعني ما يتكبرش على الأسئلة، يحاول يسأل حتى يكون عارف المعلومة، يحاول يتأكد يثبت معلوماته، وإذا كان مش فاهم يحاول يسأل وما يخافش أنه يسأل. هذا هو الشيء المهم. وبالتالي حاول انت كأب او كأم انكم تحفزوه، توعوه، تحضروه، لان وتحفزوه مثلا من بين التحفيزات انه تخبره تقوله انك لتسأل المعلم او تسأله تقول تخبره يعني انك ماكش فاهم، راح يفرح بها المعلم ويحاول يجاوبك. هذه راح محفزة يعني لهذا الابن. ومن هذا المكان يعني ننصح الأساتذة يعني او المعلمين، أي سؤال مهما كان مستوى أو نوع هذا السؤال، كان تحسه أنه سؤال ليس بذكي أو سؤال ذكي جدا، لازم أنك تجاوب عليه وتمد له نفس الاهتمام. هذا بالنسبة للمعلمين والأساتذة، هذه المعلومة يعني لازم تمد له هذا الاهتمام. هذا تقريبا إن شاء الله بالتفصيل، ولعل إن شاء الله يكون فيها تفصيل آخر إن شاء الله، لكن هذا هما النقاط الأساسية. اللي ما فهمش نقطة من الأحسن أنه يستفسر في التعليقات إن شاء الله، وراح نجاوبه أسفل الفيديو. واللي ما شافش مازال الجزء الأول والثاني يحاول يشاهدهم إن شاء الله، والروابط في أسفل الفيديو. ما تنسوش الاشتراك، هذا يحفزني إن شاء الله أن نقدم المزيد. لديكم إشكاليات متعلقة بالأبناء، بالتعليم، كيف تحفزوا بتعلم لغة جديدة، أي أفكار، أنا جاهز إن شاء الله ليعني نقدم إن شاء الله موضوع أو حلقة عليها. نتمنى تكون المعلومة كاملة إن شاء الله ووصلت، والكمال لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.